مشاهدينا مساكم الله بالخير، يا اهلا مرحبا فيكم في برنامجنا لا تكذب. سؤال حلقة اليوم يقول: تقدر تعيش من غير تلفون اللي هو الموبايل اللي هو الجوال مثل ما يقولون؟ فخلينا نشوف الناس يقولون يعيشون من غير تلفون ولا لا. تعالوا وراي. شو اسمك؟ عوض. من وين؟ من اليمن. من اليمن. اخوي عوض، برنامجنا اسمه لا تكذب، وسؤالنا يقول: تعيش من غير تلفون؟ لا ما اقدر. ليش؟ الان الوقت هذا لازم. انزين، يا الحين العالم كله فصل التلفون وفصل النت، شو تسوي؟ لا ما اعتقد، صعبه. لا مو كيفك ولا كيفي. قرار نزل كذي او شيء ضرب اخترب وانفجر القمر والدنيا صار ما في تلفونات، شو تسوي؟ برجع للاول. يعني الاول احسن. احسن طبعا. الحين اشوفك انا صار لك ساعه قاعد اتابعك ماسك تلفون وتتعبد. لا تو جاي ما شفتني. لا شفتك من احنا جايين. تلفون قاعد طالع اغاني ابو بكر سالم. اسمع. تسمع ابو بكر سالم؟ اسمع. انت تحفه صاغها الرحمن. يعني هم التلفون ضيع كل شيء. ومتمسك فيه. ومتمسك لازم طبعا الايام هذا اتمسك فيه. ما تستغنى عنه. ابدا. الحين دق على البلاد ودق على الزوجه هناك ودق على الاقارب. ادقدق عليهم وانا قاعد على الكرسي هذا. الله يخليهم لك. الله يطول عمرك يا رب. وان شاء الله ما يقطعون التلفون عشان انت تكلم الاولاد. ان شاء الله ان شاء الله. يلا شكرا. السلام عليكم. ثلاثة محلوة ما شاء الله. كل واحد أحلى من الثاني. ها؟ والنعم فيه. يسمع بس صح؟ لا يسمع ولا يسمع. إنزين تعال أنت حين. اسمك بالخير؟ جاسم الشمري. جاسم الشمري. نعم. وأنت؟ أحمد النجم. احمد منو؟ نجم. والنعم عليك زوج. سؤال حلقه اليوم يقول لك: تعيش من غير تلفون اليوم؟ ما اظن. مو اليوم يعني الايام الحين وقتنا الحالي. حاليا لا. ليش لا؟ متعود دائم 24 ساعه. اول كانوا اهالينا يعيشون من غير ما كان تليفون. اول ما كان في شيء. بس الحين كانوا عايشين احسن من الايام هذه. إيه اكيد ما كان في تليفونات، ما كان في شيء، ما كان هذا بالرسم. وانت؟ ما كانت تليفونات موجوده وما شيء عادي. لا الحين انت إيه؟ تعيش من غير تلفون؟ لا. اقطعوا النت كله والتلفون كله. لا رد على ايام قبل. شو رد على ايام قبل؟ ايه؟ يعني قبل احسن. اي نعم. شنو نعم؟ احسن قبل احسن. عشان تقول الحين لا انا لا ما لا اذا قطعوه تقول ترد مثل قبل عادي. الرد مثل قبل. لا الحين احسن ولا اول احسن؟ لا الحين احسن. الحين احسن. ايه؟ بيدك تلفون 24 ساعة. ايه؟ ما تخاف المدام تدق عليك ولا لا لا يلا موفقين. شكرا شكرا يعطيك العافيه حبيبي. شكرا شكرا يعطيك العافيه. الله يعافيك. برنامجنا اسمه لا تكذب. اوكي. سؤال حلقه اليوم يقول لك: تعيشين من غير تلفون؟ لا طبعا. لان بيدك صح؟ ايه. انقطع التلفون وانقطع النت، شو تسوين؟ اموت. شو تموتين؟ ما اقدر من غير تليفون. انقطع، انفجر القمر وما في لا نت ولا في تلفونات، شو تسوون؟ ما ادري والله. بنرجع اول اي نرجع شنو؟ بنعجن. ما له شغل العجين. لا اتكلم على التلفون. تعيشين من غيره يعني يوم واحد؟ ما تخيل اني اعيش من غير تليفون. ما تخيل نفسي. زين شنو مستفيده منه؟ ما ادري يعني وايد اشياء يعني خلاص صار شيء ضروري من الضروريات. انت من وين؟ من الدوحة. من الدوحة. والنعم والله. والنعم بحالك. وأهل الدوحة يعني التلفون صار شيء مهم في حياتنا. صار شيء مهم ما نستغنى عنه. ممكن استغنى عنه بس أنا ما أتوقع عن نفسي أنا أني أنا أستغنى عن التلفون. الزوج ولا التلفون؟ الزوج طبعا. الله يخلي لك. الله يسلمك. مشكورة. وأسألك نفس السؤال: أم عيالك تحكت عنك حكي ما أبي أقول لك؟ الآن لازم تحكي عنها. لا بس قالت شيء حلو. اللي في قلبي. لا بس قالت شيء زين. شنو قالت؟ هي بشوف الحلقة وبعدين تعرفها. لا أي حلقة عاد ما أدري أنا الحلقة. هذا قناة اي تي في، برنامج اسمه لا تكذب ورا الفطور برمضان. أكيد في رمضان ما حد يكذب. لا برنامجنا اسمه لا تكذب. إنزين. أبي أسألك سؤال. يسأل. هي قالت عنك كلام طيب. أكيد. أي والله. إنزين. الله يشهد عليه. إنزين. تستغنى عن التلفون؟ ما حد يستغنى عن التلفون. زوجتك ولا التلفون؟ التلفون اكيد. في حد يستغنى عن زوجته؟ سمعتي؟ سمعتي؟ بدل التلفون اجيب 1000 تلفون، لكن زوجي وين انا احصل مثلا؟ لا الحين لا تغير. تغير. شو غير؟ توك تقول لا انا ما سالتني تليفون ولا الزوج؟ انت قلت تليفون. انا قلت تليفون؟ تستغنى انت قلت تستغنى عن زوجتك ولا التلفون؟ التلفون. لا انت لا
انت قلت التليفون اهم من زوجتك. لا تقلب علي انت موجوده موجوده الحلقه راح تسمع. سفر احنا لا توهقني انت اخوي. لو قلت استغنى عن تليفون الزوجه صح. اي لا انا هي ايش قالت؟ يعني ما انت ما فهمت سؤالي. انا ما ابي اطلقكم. لا 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 الله لا يقول اخوي. لا لا يضحك وياي. انا سالته سؤال قلت له تستغنين عن التليفون ولا عن زوجك؟ قال لا والله التليفون. اكيد التليفون زوجي اهم. اكيد طبعا حتى انا زوجتي اهم من التليفون. زوجتك اهم والتليفون ضروري ما حد يرسل تقول لك مو مثل الزوج عاد. وين صدق اذا بتقارني بين الزوج والتليفون لان التليفون صار شيء مهم في حياتنا بس مو بهم من الزوجه. والله الحين لو مو بالزوج هذا لا ما جو هذا الحين. الحين التليفون صار اهم من الزوجه واهم من الابو واهم من الام واهم. انت تدش الحين ديوان تشوف كل الناس ماسكين التليفونات يعبثون فيه صح. يعني احنا السوشيال ميديا غطى علينا كلنا على عاداتنا وتقاليدنا. عدل الزوجه هي الزوجه الام كلهم هي عشان قدامها. لا لا مو قدامها والله. ولا انا وين وانت وين مو احنا ما جينا لو مو الزوجه. الله يحفظك يا رب يحفظ الدوحه واهل الدوحه. الله يرحمهم والله يطول عمركم واعماركم انتم ان شاء الله طويله يا رب ان شاء الله وانتم ديرتكم على راسي من فوق حبيبي. الله يحفظك الله يسلمك عزيز وغالي. شو اسمك انت؟ عبد الرحمن. عندك تليفون؟ ايه. ايوه الاهم عندك ابوك ولا تليفون؟ ابوي. والتليفون ما تبيه؟ لا عطني اياه. في البيت. صح دامك بالبيت خلاص اوكي مصدقك. يلا شكرا. تسلم حبيبي. شكرا حبيبي الله يعافيك. هلا تمشي وماسك التليفون ايه ولا تدري عن رفيجك قاعد يمشي وياك؟ لا شايف والله ما تدري عنه. انا اللي قلت له والله ادري عنه. يلا روح. شوف 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 قول بتموت على التليفون. لا والله ما انت قاعد ادق على واحد مضيع. لا تكذب توني قاعد اشوف انستغرام داش انت. اي انستغرام انا قاعد حق الانستغرام انا. من وين انت؟ السعودية. سؤال حلقتنا اليوم يقول لك تعيش من غير تليفون؟ أعيش. أنا عشت بدون تليفون. صدقني شوف أنا ما بيقول عنك كلمة مو حلوة. لا ما بقول عنك كذاب. بقول لك أنا شايفك وأنت تمشي رفيجك يمك ماسك التليفون. دعمت واحد ما تدري عنه. طول طاح بحفرة أمسك أمسك. حبيبي والله ما أعيش بدونه. تستغنى عنه؟ الحين؟ إيه. لا تكذب. لا لا الحين أخذه منك بعد شوي. لا ما أعطيك إياه. خلاص أعطيك عهد إن أنا ماسك التليفون. لا أبي عهد طول عمرك ما. طول عمري. قطة بزبالة وين؟ لا اخذها حق وش قطة؟ شبي فيه انا؟ عشان تاخذ تتكلم فيه انت. عندي تليفوني. خذ هذا اعطيه اي واحد. لا وانت تعطيها. انت الله يسلمك. طول عمرك. انت تعيش من غير تليفون؟ اي نعم. تعيش؟ لان انا عشت بدون تليفون فترة طويلة. يعني احنا لحقنا عادي عندك يعني. لا احنا لحقنا على الجيل. اي لحقنا عليه قبل. لحقنا عليه قبل التليفون. لا الحين غير الحين صار تليفون. لا الحين استغنى. انا من جيت الحين من السعودية للحين. ايه. ما استخدم التليفون. ما بطلته هنا ولا بطلته ولا جيت ولا ادق على ام العيال ولا شيء. اذا دقت ام العيال ارد عليها. اوكي يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا. هذا من صورك. شوف شفت يقول استغنى عن التليفون. يلا صور. يلا ها روح الصلاح. يلا شكرا حبيبي. شكرا شكرا. سؤال حلقتنا يقول لك تفضل تستغنى عن التليفون؟ يلا تستغنى عن التليفون؟ حاليا لا. ليش؟ كل شيء فيه الان التليفون. شلون؟ تمشي وياه تمشي وياه. معاملاتك التطبيقات كل شيء ما تقدر تعيش بدونه الصراحه. انقطع النت مره واحده على العالم لا تليفون ولا نت شو تسوي؟ اتوقع كل العالم يوقف. كل العالم يوقف؟ كل شيء الحين شغال على مو احسن؟ هو افضل اكيد. افضل؟ نعم. نرد مثل قبل نقعد دواوين ونسولف مع اهلنا ما ياخذنا التليفون عدل ولا لا؟ نعم صح. احسن ولا صح. لا؟ ما عرفت لك انت مع التليفون ولا ضد التليفون؟ انا حاليا احتاج ضروره صح ان له سلبيات لكنها ضروره الان في الحياه. للضروره؟ نعم له ضروره. الله يعطيك العافيه. دير بالك وانت ماشي لا تطيح بس. ان شاء الله. مشاهدينا بسؤال حلقه اليوم اللي هو تستغنى عن التليفون؟ شفتوا الناس ايش قالوا؟ ولكم الراي. تابعوني باكر في حلقة جديدة من برنامجنا لا تشذب. السلام عليكم.